المهم تاعنا تاع الفيزيك هذا داكشي بخير. كان شويه كانت الحراسه زعما داكشي ناضي تعاملوا معنا الاساتذه زعما داكشي كانوا ما كانوش مقصحين ما كانوش مزيرين نقولها كانت ما دايزاش من الاسئله بخير كلشي بخير الشيمي داز ناضي الفيزيك داز ناضي كلشي داز ناضي بالتلا الزبيب والتمار ودعوي تاع الوالدين والاستغفار داكشي لابدا من اما تنجح حتى ما قصيتي الزبيب وجي ماكو كاف العشيه الله يطر فينا الحراسه بحال تاع الصباح لا قراونا كلشي الحمد لله داكشي اللي قريناه هو اللي لقيناه الشيمي وجي ماكو كاف الشعبه تاع علوم تكنولوجيا ميكانيكيه ماده الفيزياء وصراحة الله داز تقريبا كان في المتناول غير هو كاين بالنسبه للميكانيك كان صعيب غير هو الثاني مع المجهودات ديال السي الحمزاوي استاذ احسن استاذ في الفيزيك داكشي اللي حط لي لقنا معاه سوايع حطيناه ونتمناو خير وهذا الشيء اللي كاين صراحه وجي ماكو كاب صراحه الله كنا تنتوقعوا بلي يكون الفرض نيت في المتناول داكشي اللي كان في المتناول في الجامع كلشي يقدر يجاوب عليه ماشي شي حاجه اللي ما كايناش ولا شي حاجه اللي لا صعيبه بزاف عاوتاني حنا في العشيه شي حراسه زوينه صافي اي حراسه زوينه فهمتيني مع لونغلي والماط يكون ليه الله وصافي هادشي اللي كاين ما باش واخا يحطوا لنا كاع الدرس قدامنا ما كناش نجاوبوا عليه كان طويل بزاف نتسنى ان شاء الله العشيه تدوز مزيانه وغدا يكونوا مزيان يكون الفروض ساهلين على هذا الفيزيك هذا شكرا الامتحان كان مزيان فهمتي متناول دوزنا شقرنا شي نقيطات المهم داكشي مزيان الحمد لله وقت كافي ماشي شي امتحان اللي صعيب اللي بداو يغوتوا عليه فهمتي المهم في متناول انا من شعبه سيونس تكنولوجي ميكانيك دوزنا اليوم الصباح فيزيكي شيمي الصراحه داز داكشي مزيان كان في المتناول كانوا بعض شي اسئله خاصهم شويه تفكير ولكن كيبقى داكشي في المتناول كيديروا بعض شي اسئله باش ماشي كلشي يجيب 20 ولكن في نفس الوقت راه ماشي كلشي غايجيب نقط خيبه لا صراحه داك الشيء وهذاك كان واحد السؤال تقريبا هو اللي كان فيه المشكل فكرت فيه شي شويه هو اللي كان عندي فيه الشك ماشي شي حاجه اللي الامتحان كان في المتناول الصراحه وبالنسبه للونغلي كتبقى هي في عامه كتبقى سهل بزاف من الفيزيك كنتمنوا حتى هي تبقى سهله حتى هي كما كان هذا الفيزيك حتى هو في المتناول النقطه اللي بينشروا لها صراحه بجيله والنقطه اللي بينا نشيروا لها فحنا بعدا تلاميذ تاع محمد السادس ما كاين لا نجبد لك عاجي وداك الشيء بخير وعلى خير كلشي داز بخير وعلى خير اي جبد لنا قلاوي ويستحقر الاساسيد ويقول زعما حنا راه درنا حنا راه فعلنا زعما حنا راه واعرين حنا الحمد لله كنخدموا عليها وكنجيبوها بدراعنا ولي دار الله يا تكون في الاخر كيكون داك الشيء الكامل من عند الله خدم وفي الاخر الكامل من عند الله ماشي حتى الاخر انت تقول لهم انا درت انا فعلت انا تركت اي سرك الله يبارك الله تقجا داك الغرض وخاطينا حنا نجيو نبداو داك الشيء فهمتي والحمد لله بعد هذا الصباح داز بخير ونتمنوا حتى العشاء تدوز بخير وهذا اليوم اللي باقي حتى يدوز بخير والله يسر الجامع من طنجة للقويره